السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد وخاص بطريقة الاستفادة من الدعم الذي خصصه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله للمتضررين جراء الزلزال. تابعوا معي الشرح. من عاد الصوت هذا عرفتوا علاش غادي نهضر. يعني صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قدم واحد الدعم الذي مقداره 3 ملايين، 3 مليون سنتيم. هذا صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمناطق المنكوبة أو المناطق المتضررة جراء الزلزال الحاوز وتارودان. من بعد لجنة الإحصاء تبين أن هذا المبلغ غادي يتقسم من نظام ديال 2500 درهم للشهر. كيفاش غادي نستفد ونعرف واش انا تقبلت في هاد الدعم هذا؟ حيت من بعد ما رميت هاد التصويره هادي في ستوري عندي في واتساب، جاوني بزاف ديال الميساجات: خويا يوسف كيفاش غادي نستافدو؟ وخويا يوسف شرح لينا كيفاش. خويا يوسف بزاف ديال الاسئله وما قريتش الميساجات كاملين. اليوم درت لكم هذا الفيديو هذا باش ان الدعم اللي انطلاقه ديالو غدا ولا نهار كالو نهار 6 ولا نهار 8. المهم انا غادي نشرح لكم كيفاش غادي يتم الاستفاده من هذا الدعم عن طريق مراسله رقم. غادي نخلي لكم الرقم هنايا ديال الواتساب، غادي تتواصلوا معاه. من بعد غادي نوريكم كيفاش خاصكم تتواصلوا معاه والطريقه اللي غادي تتواصلوا معاه. هذا الرقم هذا غادي تصيفطوه، تسجلوه في واتساب، غتقولوا باي سميه بغيتي وتصيفط ليه ميساج كيف ما كان. غادي يجاوبك. اش غادي دير من بعد الى جاوبك؟ غادي تصيفط ليه النمره ديال لاكارت ديالك والكود اللي غادي يجيك في ميساج. غادي يجيك واحد الكود في ميساج عادي، غادي دير الوكاله التجاريه اللي قريبه لك واللي هاد الوكالات اللي غادي تشوفوهم هنايا، الوكالات اللي ممكن انك تستفد منهم وممكن انهم يصيفطوا لك الدعم فيها، هي هادي اللي كتشوفوا هنايا. اولا اذا وصلتي حتى لهنايا ماشي مشكل انك دير واحد سبسكرايب، جيم وكومونتير باش الفيديو يوصل للناس اللي محتاجينه بزاف واللي ما عارفينش كيفاش يتسجلوا ويعرفوا راسهم انهم يتقبلوا في هذا الدعم هذا. غادي نخليكم مع الشرح كيفاش غادي تصيفط ليه وكيفاش هو غادي يجاوبك. نخلي لكم سكرين فيديو سكرين. من بعد ما تسجل داك النيميرو ها هو الفوق، انا درت ليه صندوق الزنزال، تكتب ليه السلام ولا اي حاجه كتبتيها تيصيفط لك هاد المدونه هادي. اول حاجه تيقولها لك وضعية الطلب. ملي تدير وضعية الطلب تيقول لك الرجاء ادخال رقم بطاقتكم الوطنيه للتعريف الالكتروني، تصيفط ليه الرقم ديالك، تيقول لك واش انت مسجل ولا انت ما مسجلش. هادشي اللي كاين الاخوان، ما كاينش شي حاجه صعيبه. تيقول لك انا مرجو اختيار الشهر، انا هنا كتبت سميتو، كتبت لاكارت، نقول مرجو اختيار الشهر متعلق بالمساعدة المالية. وتحياتي لكم. وهذا الفيديو درتو خفيف ظريف نظرا للناس اللي باقي ما صيفطوش ليا. اما هذاك الفيديو اللي قلت لكم في ستوري في انستغرام راه باقي ما درتش نهار 8 في الشهر، باقي جاي جديد ان شاء الله يطلون صدق شي.